هناك استثمارات تونسية في مصر في حدود حجمها تقريبا تتجاوز شوية 30 مليون دولار. للأسف حجم الاستثمارات المصرية في تونس يعني مبلغ ضئيل مقارنة بإمكانيات مصر، بإمكانيات القطاع الخاص في مصر هو تقريبا في حدود 2.5 مليون دولار، وهذا يعني رقم ضئيل جدا لما نشوف قيمة مصر وإمكانية مصر. نعمل كسفارة وبالتعاون مع مختلف المتدخلين في هذا الشأن من الجانبين التونسي والمصري لرفع حجم الاستثمارات في البلدين، وهذا لا يتم إلا من خلال القطاع الخاص، ولهذا سبب توجهنا إلى القطاع الخاص. كان عندنا جلسات عدة مع اتحاد غرف الصناعة في القاهرة، ونظمنا زيارة لرئيسه السيد إبراهيم العربي إلى تونس، وكان عنده لقاءات مع نظرائه في تونس. وطبعا احنا الجهد الكبير اللي نقوم به تجاه القطاع الخاص، لأنه احنا كحكومة وكجهات حكومية في البلدين احنا نحط البنية، لكن القطاع الخاص هو الذي ينزل إلى الميدان وهو الذي يكون منخرط في عملية دفع العلاقات، وبدون القطاع الخاص لا يمكن نفعل شيء. ولذلك توجهنا إلى القطاع الخاص، نعمل جاهدا على أنه يكون في اتصالات مباشرة بين القطاع الخاص في البلدين، وإن شاء الله يكون في زيارات متبادلة من تونس، يعني من هنا ومن هناك، يعني من تونس ومن مصر، وهذا الشيء اللي مركزين عليه في الفترة القادمة إن شاء الله. تم الاتفاق بشأنه خلال زيارة سيادة رئيس الجمهورية إلى مصر خلال الفترة من 9 إلى 11 أبريل، وكان الاتفاق بين الرئيسين الرئيس سعيد والرئيس السيسي أنه لدفع العلاقات ولدفع التعاون التجاري والاقتصادي بشكل عام ضروري يكون في خط ملاحي. وتم الاتفاق بين الرئيسين أنه يتم فتح العمل على فتح خط ملاحي. احنا اليوم الموضوع عارضينه على السادة الخبراء في البلدين، هناك داعين إلى لجنة فنية في مجال الملاحة النقل البحري، يعني المقصود به أن تجتمع ويجلسوا مع بعض الخبراء في البلدين لبحث تفاصيل ودراسة كيفية فتح هذا الخط، هل يكون مباشر بين البلدين أو عن طريق يمر على دول أخرى أو فهذا. الخبراء هم الذين توكل لهم مهمة بحث هذا الموضوع في تفاصيله بطرق فنية اللي لا يعلمها إلا هم كخبراء.